طيب، طلبت منكم يا شباب المرة الماضية إنه تكتب برنامج بيحاكي الآلة الحاسبة، تمام، بحيث إنه تجري العمليات الأربعة اللي أنا حددت لك إياها في السؤال، اللي هي الجمع والضرب والقسمة والطرح، وحددت لك شو طبيعة الرقمين هدول إنه هما فلوت، تمام، وكتبت لك ملاحظة إنه هنا صحيح حكيت إنه أكتب برنامج، بس حطيت لك في ملاحظة هنا إنه بيتوجب عليك إنه أنت تستخدم الدوال functions. طيب، حكيت في شغلة مهمة إنه أنت لازم تعرفها، إنه ال 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 الأدفانتج تبعت الدوال فعلياً في عنا فائدتين. واحد، إعادة استخدام الكود، إنه زي ما أنت شفت إنه إحنا بنكتب الدالة وبنناديها أكثر من مرة، فبالتالي نفس الكود كتبته مرة واحدة ولكن بستدعيه أكثر من مرة، فهذا بنسميه إعادة استخدام كود بدل ما أنت تعيد تكتبه. واخد بالك؟ لو سألتك في الامتحان ايش فايدة الدالة فعليا، وانتو فعلا مستشعرين ايش هي فايدة الدالة، يعني عارف ايش انه انت تريح نفسك وتكتب دالة، انه انت فعليا تقدر تستدعيها اكتر من مرة، يبقى نفس الكود بدل ما تقعد تكرر فيه بس استدعي اسم الدالة. هاي اول فايدة. الفايدة الثانية هي تبسيط والتنظيم الكود. فعليا انت ممكن يكون في عندك برامج مكونة من 300 400 700 ألف سطر، تمام، لو كانت الأسطر هذه عبارة عن انه يعني انه مسرودة كلها هيك يعني في ملف واحد، بصير صعب عليك انه انت تتبع هذا البرنامج. لكن لو انت حطيت كل جزئية من الكود بتسوي وظيفة معينة، حطيتها في دالة بترتب الكود، تمام. ففعليا هذه فوائد استخدام الدوال. طيب، اللي انا بدي اسويه الان هو انا بدي اكتب لك برنامج الدالة زي ما احنا اخذناه سابقا، وبعديها بدي اورجي لك كيف انه انا بدي اعمله كدالة. نبقى ان واحد float input enter ان واحد، وهنا ان اثنين، والاوب كيف كنا نعمل؟ كنا نقول انه اذا كان ان واحد، اذا كان الاوب عفوا بيساوي زائد، ساعتها بعمل print ان واحد زائد ان اثنين، وحكينا انه هذه multi way decision، انه يا اما جمع او ضرب او قسمة او طرح، وفي ممكن يدخل عملية غير هدول كلهم، ساعتها هي اخر حالة اللي هي الالس، بقول انه العملية هذه مش مدعومة. فبالتالي هنا الف الاوب هاي بتساوي طرح، راح يكون عندي هذا الكلام بكرره للضرب والطرح، عفوا القسمة بهذا الشكل.
طبعا احنا حكينا في السؤال اربع عمليات مدومة. ساعتها بقول إلز، بطبع على الشاشة انه unsupported operation، العملية مش مدومة. تمام، جرب الكود. 3 + 4 = 7. شغال تمام. كيف؟ ايش هما؟ هذه الفلوت اخذناها قبلين. وش الثانية؟ وين هالأوبريشن؟ هذا اسم يعني رسالة، بس يعني رسالة حتطلع للمستخدم. ادخل العملية. طيب نحول هذا الكلام لدوال. هذا الكلام انت ممكن تعمله في دالة، في عندك طريقة في الحال انه انت ايش ممكن تسوي، انه هذا الكلام بتروح بتعمل زي هيك def calc وبتدي له ان واحد op ان اثنين، وهذا الكلام تعمله زي هيك بتحدده كله صار تابع للدالة. تمام، وساعتها بده يكون في عندي هنا استدعاء كالك كله 3. كيف؟ وين النقطتين؟ كالك ممكن نديله ان واحد ان اوب ان اثنين. هذول من وين اخذتهم؟ هي هذا الانبوت، هذا بدنا نقول لك اياه تحت هنا. هيو دخلته انبوت وبعديها استدعيت الدالة، فبالتالي عندك هي ان واحد مررتها والاوب هيو دخلته وان اثنين. هذا الاستدعاء الاول. الاستدعاء الثاني بنحط مباشرة كالك بقول له 2 + 9. هنا في عندي استدعاءين. تمام، استدعاء انبوت واستدعاء مباشرة انه انا دخلت له الارجمنتس هنا بشكل مباشر. هنا 3 + 4 هيو 7، وهذه نتيجة الاستدعاء الثاني اللي هو 9 + 2 = 11 بهذا الشكل. طبعا بطبيعة الحال هنا أنا ما ذكرت لك في السؤال إنه أنت بدي إياك تعالج الاستثناءات. تمام؟ ما ذكرت لك في السؤال إنه أنا بدي إياك تعالج الاستثناءات، إنه أنا لو دخلت لك الرقم الثاني 0 ما طلبته منك، وأنا عادة في الأسئلة ما بعقدها. بجيب السؤال بركز فيه على نقطة معينة، مثلا هذا سؤال دوال بركز فيه إنه أنت كيف ترتب الموضوع على شكل دالة. سؤال الاستثناءات بجيب لك اياه انه بدي اياك ترتب الموضوع وانه انت تعالج الاستثناءات، سواء الاخطاء في المدخلات او عمليات القسمة على صفر، ساعتها بتعمل تراي واكسبت. طالما انا ما ذكرت خلاص ما تعملش. تمام، واضح. طيب في حل تاني، في حل تاني اللي هو ايش اسوي؟ بعدين احط الاف وشروطها، بعدين اقول له برنت كالكوليتر واعرف له انا ايش بدي اسوي. احط النمبر هيك انت بدك تعكسها. بس انا ممكن ايش اسوي؟ اعمل لك طريقه ثانيه انه اخلي لك الموضوع كله دوال. كيف يعني؟ بالضبط، بروح بعمل ديف اد ان واحد ان اثنين، بعمل ريتيرن ان واحد + ان اثنين.
ده اللي وراها ديف سب واحد عن اثنين ريتيرن عن واحد ناقص عن اثنين. اه استدعي اللي بدك اياه وممكن تعرف داله وما تستدعيها. وهنا شو بروح بعمل؟ هذه بترجع وبرضو هذه بدي اخليها ترجع، وانا هنا تحت بطبع النتيجة احسن لي. فبالتالي هنا بروح بعمل return at كيف حددت انه الدالة add؟ من خلال هذا الشرط. تمام؟ وهنا خلي بالك هذه بتعمل return وهذه نفس الوقت انه بتعمل return، يبقى هذه رجعت قيمة وهذه برضو رحنا رجعناها في الكالك. طيب انا بدك تكون معادلة فوق يعني؟ اه طبعا هيها ديف بتعرف دالة. مش حضرت معنا المرة الماضية؟ ديف يعني تعريف دالة. هاي اسم الدالة وهذا الباراميتر. ايش يعني دوال المعرفة بتقصد فيها؟ صحيح، عرفت دالة للجمع، دالة للطرح، دالة للضرب multiplication، هذه add sub multiplication، وهنا division. بالضبط، بدك كل مرة انه حسب الإشارة. فهنا هنا إذا كانت الإشارة موجب بستدعي دالة الاد، إذا كانت الإشارة ناقص بستدعي دالة return دالة السب عن واحد عن اثنين. تمام؟ وهنا عن دالة المالتبليكيشن عن واحد عن اثنين، وهنا ديف عن واحد. واضح يا شباب؟ مفهوم؟ وهنا بصير بدل البرنت ريتيرن بشيل القوس هذا، ملوش لازمة. شو؟ نعم. نعم. Multiplication division. هذه ضرب وهذه قسمة. كيف يعني اف وشحطات؟ صحيح، ديف ان واحد ان اثنين معناها ان واحد تقسيم ان اثنين. لما احط الاف والعلامات لا، هذا كلام هي موجود في الكالك. بحكي اذا كانت الاشاره سلاش هي قسمه ساعتها بستدعي داله الديف، اذا كانت الاشاره موجب بستدعي داله الاد ناقص سب دار. صحيح، انا بدي اورجي لك انه انا عملت دوال واستدعيتها في دوال ثانيه، يعني انه عملت دوال واستدعي يعني داله، استدعيت داله جوا داله. انا في عندي داله الكالك استدعيت فيها داله الاد، وممكن استدعي داله السب لانه انا عندي هنا اف الف الف الس. تمام، هذول كلهم الدوال انا معرفهم. هذه الداله الرئيسيه كالك بستدعي فيها يا اما داله الاد او السب او المالت او طب
الدفع عشان محاطة ال اسمع اف ال اسمع اف نعم ال الف هي ال اسمع اف تمام ضروري تحضر بقية الفيديو عشان انه انت تتبع معنا شو هذا المحاضرة نازلة على اليوتيوب حل السؤال لا بصور بدك يعني انزله هالقيت على اليوتيوب مباشر تمام شباب مهم جدا تكون فاهم هذا الكلام اذا مش فاهم احكي لي بقول لك اياه بطريقه ثانيه الفكره في الموضوع انه عرفت داله واستدعيت فيها داله ثانيه بس عرفت داله الكالك واستدعيت فيها اربع دوال اللي هي الاد والساب والديف والمالت موضوع بسيط على الاخر لا ممكن تعمل ريتيرن برضو ممكن تعمل ريتيرن ممكن تعمل ريتيرن تمام نعم يا استاذ علي صوتك ممكن تحطها فور لوب الشابتر الجاي احنا اليوم اسمع يا استاذ احنا اليوم ان شاء الله بدنا نخلص الدوال وبدنا نبدا ان شاء الله يوم الاحد الجاي بدنا نبدا في الباب الجديد اللي هي اللوبس هتلاقي في اللوبس انه المواضيع ببساطه اتعقدت عليك اكتر تمام هتلاقي انه احنا بنستخدم لوب مع اف مع دوال يعني يا استاذ لو سمحت الصوت طب ماشي انا شد حيلك شد حيلك اكتر اف هادي شرط الانس هي عبارة عن الحالة المغايرة يا استاذ امنع الكلام استاذ امنع الكلام خلاص اقعد كويس لف حالك هيك هاك انت بتقول اف اكس اكبر من 10 اعمل لي كذا 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 تمام بتقول هنا إلز ما تحققش الشرط ايش معناته انه اصغر من او تساوي 10 الإلز معناها انه كانت قيمة الاكس اصغر من او تساوي 10 ما الحين بدي احكي لك انه هي عبارة عن إلز هنا انه اصغر من او تساوي 10 بس بدي افحصها انه اكبر من الثلاثة يعني هي عبارة عن إلز انت جيت دخلت في منطقة الإلز بس حطيت جواتها شرط تاني فببساطة بقول لك انه مدام إلز و إف يعني انه خلاص هاي مفهوم إلز مع إف إلز هي الحالة المغايرة انه اقل من او تساوي 10 تمام؟ انت متأكد انه هي اقل من او تساوي 10 بس بدك تتأكد انه اكبر من الثلاثة بمعنى اخر انه هنا انت بتفحص انه بتوين هاي معنات الالس بس بشرط نعم واضح يا شباب نرجع هنا كمان مرة انه الفكرة في الموضوع أنا ليش بدي أدي لك هذا الإشي عشان أنه أنا بدي إياك تعرف أنه ما تستغربش من هاي القصة أنه أنت ممكن تلاقي دالة وجواتها استدعاء لدالة تانية هذا الإشي المفروض يكون عندك زي السلام عليكم واخد بالك
هيكون زي السلام عليكم، انه دالة جواتها استدعاء لدالة تانية. انا عندي الدالة الرئيسية هنا كالك، استدعيت فيها، ممكن استدعي فيها دالة الاد سب مالت ديف، حسب ايش؟ حسب شرط معين. طبعا هنا انا ليش حددت انه انا لازم استدعي دالة الاد؟ لانه الاشارة زائد، وهنا الاشارة ناقص، وهنا الاشارة ضرب، وهنا الاشارة قسمة. تمام؟ طيب حقيت هنا هذا كلام، مدام انه انا عندي كله return، ساعتها انه هنا بلزم انه احنا نحطها في print، او بتحط r بتساوي result بتساوي، تمام؟ وبعدها بتروح تطبع result. تمام؟ هاي 3 زائد 4 7، وهنا الاستدعاء الثاني 2 زائد 9 11. نجرب شغلة ثانية غير الجمع، نتأكد انه شغال. بس خليني اوقف الكود هنا، وهنا انه نحط استدعاء ثالث انه 2 ناقص 9، او خليها تقسيم 9، قديش ممكن يطلع معي. وهنا نحط 3 ضرب 1.5، تمام؟ 3 ضرب 1.5 4.5. هذا الاستدعاء الثاني اللي هو 2 زائد 9 طلع 11، وهذا الاستدعاء الثالث اللي هو 2 تقسيم 9 بيطلع 22%. تمام؟ او اذا بدك تقربه بيطلع 23%. نعم. فكده احنا ليش ما وين؟ اي سطر؟ اي سطر؟ 45 مالهم؟ ليش ما خليتهم فوق؟ ممكن انه انت تخليهم فوق عادي، ما بيجرى اشي، بس يعني انه هيك الكود مقروء اكتر. يعني انت حتيجي هيهم فوق، حتلاقي انه انت حتدخلهم، تمام؟ ولما اجي هنا في الاستدعاء باجي، بدل ما اجي اقول لك انه انا هيني دخلتهم فوق واعمل سكرول فوق تشوفهم وارجع تحت تاني، لا، اعطيتهم جنبهم بس، انه الكود انت عندك مقروء بشكل افضل. يعني هاي شغل بيشتغل، 3 زائد 4 7. لما اجي اشرح لك الان، الان واحد دخلناها فوق، هاي شايف بشتتك. فهذا الكود مدام انه مدخلات انا مررتهم لدالة بحطها جنبيهم بس. تمام؟ نعم. ليش الاشارات حطيتهم بين الكونتيشن؟ لانه انا بتعامل معهم كسترينج، لانه هنا الفحص انه انا بقارن مع سترينج. هو خلص بياخذها انه اشاره عاديه بدون سترينج، يعني لما نجمع مثلا بيجمع ك، لا، انت بتفحص انه انت بتقارن السترينج هذا، هل هو بيشبه، هل هو بيساوي إشارة الزائد؟ إذا بيساوي ساعتها بيستدعي دالة الآد. طب برضو في لما دخلناهم بالأقوى سايفين للطباع، برضو بندخل سترينج؟ وين؟ هنا؟ هل لو دخلناهم بدون كونتيشن؟ بمشيش، لا، بزبطش. بأسأل سؤال السؤال، هل بتصير لو احنا مثلا ما حطيناش الاد والصب والهدول، لو ضربنا بس على دالة اف ان واحد ان اثنين وخلصنا، بس كتبنا دالة بس دالة الاف، بدل ما نحط الاد والصب والمنط. وليش بصير انه انت عندك دالة واحدة دالة الكالك، وبتروح انت هنا بتعمل ان واحد زائد ان اثنين، وهنا ان واحد ناقص ان اثنين ككود، يعني زي ما كان هنا ان واحد ناقص ان اثنين، عادي شغال بيكون. طيب
بس انا قاصد ان انا اسوي لك زي هيك بس عشان انا اورجي لك انه انت تكون عارف انه ما تستغربش انه ممكن يكون في عندك دالة تستدعي فيها دالة تانية عادي. يعني هل بدل هذه مثلا يعني في مثلا الصف بدل الناقص بدل الزائد؟ نعم بالضبط تمام. يعني هم عبارة عن دالتين بس نفس الاستعمال ولا غلط كلام؟ مش دالتين نفس الاستعمال، هذه كالك انه آلة حاسبة بتعمل لك عمليات حسابية، عدة عمليات حسابية، بس أي عملية حسابية حددناها بالإف، هذه بس بتعمل عملية جمع، هذه بس ضرب، هذه قسمة، هذه بس طرح، هذه بس ضرب، هذه طرح، لكن الكالك أنت ممكن تمرر لها أي عملية أنت بدك إياها، الأرقام وأي عملية، غير مكانك يا أستاذ. تمام؟ لو استخدمنا ايش؟ ممكن تستخدم البرنت بدل الريتيرن عادي. مش احنا اتفقنا انه البيست براكتس عنا انه انت يعني الانبوت بتطلعه برا الدالة وما تعملش برنت جوا الدالة، انه دائما تعمل ريتيرن، صح؟ اتفقنا عليه وسكرنا هذا الموضوع خلاص. من ناحية بنفع بنفع، الكود شغال شغال، الكود صح صح، بس مين الافضل؟ الافضل انه انت تعمل ريتيرن ما تعملش برنت. اعمل برنت وين بدك تستدعيها، هاي واعمل برنت هنا، لانه انا ممكن اقول لك انه انا بدي اياك ايش تعمل، بدي اعرف متغير اكس وايش بدي اسوي، بدي اعمل عليه انه واحد هو عبارة عن واحد زائد حاصل جمع او حاصل ضرب ثلاثة وعشرة. هجيت هاي لو الدالة هادي بتعملش ريتيرن بتعمل برينت، بقدرش انه اخذ الناتج واجمعه مع واحد واخزنه في الاكس، هاي المقصود. عشان هيك الافضل دائما انه انت تعمل ريتيرن وبرا عند الاستدعاء تعمل برينت. هنا برينت هاي قديش قيمة الاكس، قديش تتوقع قيمة الاكس؟ 31. تمام؟ هذا الانبوت الاول اللي فوق، 3 زائد 4 وهي الاكس 31. هجيت لو انت عامل هنا هذا الكلام كله مستبدله ببرنت مش حتقدر تسوي هذا الكلام. تمام؟ واضح يا شباب؟ في حدا عنده سؤال؟